ويتواصل الصراع المحموم في سرداب أمريكا اللاتينية نحو مونديال برازيل 2014. متزعم قائمة ترتيب المنتخب الأرجنتيني دخل مواجهته مع الإكوادور وفي نيته زيادة حصيلة نقاطه رغم صعوبة المهمة أمام خصم صعب لا ينهزم بملعبه وعامل أصعب يتمثل في العلو عن سطح البحر ب 2800 متر. دون مقدمات المنتخب الأرجنتيني حاول تحدي صعب وخطف هدف السبق في المواجهة، الشيء الذي تحقق له في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء نفذها سيرخيو أغويرو بنجاح، لكن المنتخب الإكوادوري لم يستسغ الأمر وبحث عن تعديل النتيجة، وهو ما تحقق عندما نجح صاحب الحلاقة العجيبة سيغاندو كاستيو في الدقيقة 17 في زعزعة شباك الأرجنتينيين معيدا عدد المواجهة إلى الصفر. هذا الهدف أعطى نفسا جديدا للمباراة بين محاولة هنا وأخرى هناك لكن دون جديد. التانغو الأرجنتيني استنجد بالزئبق ميسي لعله يفعل ما لم يقدر عليه رفاقه لكن بلا جدوى، لينتهي النزاع بنقطة في جيب كل طرف في مباراة عرفت طرد خافيير ماسكيرانو بالبطاقة الحمراء لتصرف لا رياضي. وفي مباراة